مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات على أرضية هذا الميدان. على بركة الله ينطلق شوطنا الثالث الذي يحمل منافسات وتحديات فئة الفطامين. شوطنا الثالث الابكار، الفطايم ابدا وانطلق واجد الصدارة الاولى، اجد المركز الاول. هناك التقدم والانطلاق من قبل مستوى محمد بن معاذ بن عمير الفلاسي، ولكن المركز الثاني اوصلت اوتار راشد بن محمد بن راشد بالشاوي الاقبلي. المركز الثالث سحابة عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع. وايضا المركز الرابع هناك الغتوم، اوصلت وتقدمت وانطلقت، هي المدينة راشد بن سالم بن بخيت الاكتبي. ولكن لمن الشوط؟ لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ الله يا هذا الشوط، البداية مع مستوى هنا محمد بن معاذ بن عمير الفلاسي، ولكن المركز الثاني تحركت وانطلقت المدينة راشد بن سالم بن بخيت الاكتبي. ولكن بش هنا سحابة عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع بن يميع بن يميع الى الفوز الى الانتصار. عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع يقدم سحابه، انطلقت الى الفوز، انطلقت الى الانتصار. الله يا هذا العرض، الله يا هذا العطاء، الله يا هذه العروض الممتازه اللي تقدمها سحابه. سلام يا عيسى، يا بن عبد الله، يا بن يميع. المركز الثاني المدينة راشد بن سالم بن بخيت الاكتبي، واللي احتلت المركز الثالث. المركز الثالث هناك اللي وصلت وتقدمت وقدمت 26، هي اللي وصلت نجلة محمد بن سعيد بن سالم العمري. بالفعل تهانينا وناموس لمالك سحابة عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع على هذا الفوز والانتصار، والمن قدم هذه النوعية. عطنا التوقيت، التوقيت دقيقة وتسعة وأربعين. تهانينا وناموس، توقيت سحابة عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع دقيقة وتسعة وأربعين. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار.